من اخبار الدوري الممتاز نروح لاخبار دوري القسم الثاني. قرر مجلس اداره نادي كيما اسوان برئاسه كمال ذو الفقار تعيين احمد ابو مسلم مديرا فنيا للفريق استعدادا لدوري القسم الثاني ب. يستعد الفريق لمواجهه الاقصر في الجوله الاولى، وتعد هي التجربه من التجارب الاولى لابو مسلم في الاداره الفنيه بعد عمله كمساعد في البنك الاهلي وكيما اسوان. كل التوفيق لابو مسلم، واحد من اللاعبين والمدربين المميزين لكره القدم المصريه. نروح لنادي لافينا اللي اعلن عن تعاقده مع احمد نادي ناشئ انبي مواليد 2003 في صفقه انتقال حر. ويستعد الفريق بقياده المدير الفني احمد صلاح لدوري القسم الثاني الف. وخاض الفريق لقاء ودي مع ابو قير للاسمده انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق. نروح لنادي جنوب سيناء حيث تعاقد الفريق مع اسلام الفار جناح فريق الهلال بمطروح، وشارك اللاعب لأندية القناة والسكة الحديد وزد. ويستعد جنوب سيناء بقيادة سعيد عبد العزيز لدوري القسم الثاني به. اقترب اللاعب الغاني وينفول كوبينا لاعب فريق بتروجيت من الانتقال لنادي وادي دجلة في صفقة انتقال حر، وكان اللاعب قريب من الانضمام للاتحاد السكندري وحقق كوبينا الصعود مع بتروجيت لدوري نايل.